السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. اليوم رح أحكي عن برنامج مهم وشركة يوتيوب كتير بتنصح فيه إن الناس تفوت وتستخدمه، تمام؟ هذا البرنامج اسمه يوتيوب ستوديو، تمام؟ هذا البرنامج بإمكانكم تفوتوا عن طريقه وتشوفوا إحصائيات القناة وتشوفوا كيف كنت تعدلوا الصورة تبع الفيديو وترفعوا فيديو وتشوفوا المشاهدات من وين، من أي بلد، وتشوفوا المشاهدين عنكم قديش نسبة الرجال وقديش نسبة النساء، وتشوفوا يعني في كتير 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 معلومات حلوة وظريفة عن هذا البرنامج، تمام؟ هلأ رح أشرح لكم أنا عنه لهذا البرنامج ورح أورجيكم خطوة بخطوة مثل العادة، أورجيكم خطوة بخطوة كيف نحسن نفوت نستعمل هذا البرنامج. وبصراحة بالنسبة لتعديلات القناة يعني وتعديلات الفيديو عنكم وكذا، هون كتير سهل من عن الجوجل كروم، تمام؟ وحتى هذاك يعني الجوجل كروم كمان جيد، بس هون بتحسه أسهل يعني وأسلس هذا البرنامج اللي هو يوتيوب ستوديو، تمام؟ هلأ رح أشرح لكم عنه أنا ونشوف كيف طريقة استعماله وكيف بدنا ننزله وكيف شو ترتيبه يعني، تمام؟ قبل ما بلش بالشرح، الله يخليكم يلي عم يشوف فيديو جديد، ما فضلكم إذا سمحتوا اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى نحسن نرفع مستوى القناة إن شاء الله ونوصل لهدفنا بإذن الله، تمام؟ يلا خلينا نبلش. هلا أول شيء منفوت على السوق بلاي، تمام؟ مشان ننزل البرنامج منفوت لهون منكبس يوتيوب، هيك منكتب يو تي ستوديو، ليكو طلع لنا خيار هاد نكبس عليه بيطلع لنا هذا شعار البرنامج، تمام؟ بيطلع لنا طبعا انا منزله، انتم هم بتعملوا له تنزيل، تمام؟ بالتحميل بتحملوه، بعد ما تحملوه بترجعوا بقى على القائمه تبعكم الرئيسيه تبع اللي موجوده عندكم على سطح المكتب، بيكون نزل عندكم البرنامج وهذا هو لكم، تمام؟ هلا بنكبس عليه لهذا البرنامج، فتح عنا البرنامج. هلا هون شو عاطينا؟ عاطينا القناة، اسم القناة، تمام؟ عدد المشتركين للأسف عم يزيد بس ببطء شديد. عنا هون إحصائيات اليوتيوب لآخر 28 يوم، تمام؟ هي الإحصائية بتكون لآخر 28 يوم. هون حاط لك وقت المشاهدات بالساعات 547، عدد المشاهدات 7200 مشاهدة. شايفين اخواتي اخواني يعني 7200 مشاهدة عندي بالقناة، يعني ما عندي منهم غير 256 مشترك. ليش؟ الله اعلم. يمكن الناس هو يعني معروفة صاير انه الناس ما عم تحب الاقنية اللي فيها شيء مفيد، الناس عم تحب الاقنية اللي فيها ما بعرف، الله يفرج. المهم نكتب هون مثلا عنا عرض المزيد، نكبس عليها. شايفين هون عم يعطينا المشاهدات في الوقت الفعلي اللي هو خلال من 48 ساعة، وهلا في عندي 830 مشاهدة. هون عدد المشاهدات في الوقت الفعلي الفيديوهات الأفضل أداء، يعني شو الفيديو اللي عم ياخد عندي أفضل أداء، حاطي لكم بالترتيب طبعا هدول مرتبينهم هيك، تمام؟ عدد المشاهدات في الأيام 28 الأخيرة 7177 مشاهدة. وقت المشاهدات بالساعات 547، المشتركون 160 زائد، الحمد لله والله يزيدهم يا رب، تمام؟ وهون تحت كاتب لك أهم الفيديوهات عندك بالقناة، يعني شو الفيديوهات المهمة اللي عندك بالقناة عم تشوفها وتتابع العالم. أول واحد اللي هو طريقة ربط قناة اليوتيوب مع الفيسبوك، اللي بعده منع الحجاب في ألمانيا، اللي بعده شرح، يعني هاي شايفين هاي الترتيب عندكم هون، تمام؟ نكبس هون على مستوى وصول الجمهور. هون
عم يعطوك إحصائية كمان ظريفة، مرات الظهور في 28 يوم الأخيرة، يعني شوفوا مرات الظهور عندي 72,490 مرة ظهر، يعني ظهر الاقتراحات عند الناس، يعني منيح والله، كتر خير الله وكتر خير شركة يوتيوب عم يدعمونا بهالموضوع، يعني عم ينشروا للفيديو، بس الناس سبحان الله كل مين بيلحق اللي بيهتم فيه. المهم عندنا هون تحت نسبة النقر على الظهور لكل ظهور 6.8%، عندنا هون أنواع مصادر الزيارات، هون عندك إنه كيف عم الناس كيف عم تشوف الفيديوهات تبعي، هون عندك أول شيء الفيديوهات المقترحة، يعني اليوتيوب الشركة اللي عم شركة اليوتيوب الفيديوهات اللي عم تقترحها، في عندي 45.5%، هذول عم يشوفهم من الاقتراحات اللي عم تحطها اليوتيوب. عندك هون اللي تحت ميزات تصفح، يعني ناس عم تعمل تصفح على يوتيوب، على جوجل عفوا، او على يوتيوب او كذا، عم يطلع معهم، فعندي نسبة 25.7. هون تحت البحث في يوتيوب 12.5، ميزات يوتيوب اخرى 5 فاصلة كذا، وغير ذلك 10.5. تمام، هون اهم المصادر الخارجية عن طريق الواتساب، في ناس عم تشاركه عن طريق الواتساب، في ناس عم تلاقيه على جوجل، في ناس عم تشوفه على فيسبوك، في ناس كذا، يعني تعرفين هيك اهم عبارات البحث، يعني شو الناس الجمل اللي عم تكتبها هون عندكم مثلا بيحطوا لكم اياها، بتطلع اهم الفيديوهات التي تقترح مشاهدة المحتوى التابع لك. هي عندكم هون كيف الحصول على مشاهدات مشتركين في فيسبوك 7.4، شايفين هي الترتيب عندكم كله هون. تمام، ما بدي اطول عليكم انا، يعني ما بدي اطول الموضوع عنا. تمام، هي بالنسبة لهون، هون عندنا التفاعل، هلا هون عم يقول لك متوسط مدة المشاهدات، يعني قديش الناس عم تفوت وتتفرج على الفيديو تبعك تقريبا، يعني بين 4.34 دقائق ل 3 دقائق و56 ثانية. تمام، يعني هاي الفترة اللي عم هون أهم قوائم، هون إذا كان عندك قوائم تشغيل أنت عاملها عندك بالقناة، تفوت هون تشوف شو الترتيبات، أنا مالي عامل عندي. أهم البطاقات، البطاقات اللي هي أنت بتحطها على الفيديو، هي بتطلع هيك شريط فوق على اليمين، تلاقي بيطلع لك شريط إنه مثلا مقترح فيديو كذا وكذا وكذا، تمام؟ فهذا بيطلع عندك الموضوع هون. شو عنا؟ عنا الجمهور، هي ممتازة كتير، هي بيعطيك التفاعل، شو مين عم يتفاعل معك بالقناة. تمام، هون عندك أول شيء الجنس، عنا ذكر 70.2%، أنثى 29.8%، هدول اللي متفاعلين معك بالقناة، تمام، من مشتركينك يعني. عمر، أعمارهم من قديش لقديش، حاطينكم هون الأعمار شايفين، من 13 إلى 17 ما عندي، من 18 إلى 24 18.5%، عندنا تحت 49.2% اللي عمره 25 من 34 سنة، شايفين هي الترتيب عندكم هون. يعني أهم المناطق، وين المناطق يعني أكثر شيء عم يظهر الفيديو تبعكم عم يتابع، بمصر إخواننا المصريين أحبابنا والله، ألمانيا، المغرب كمان إخواتنا، الجزائر كمان إخواتنا، العراق كمان إخواتنا. تمام، أهم لغات الترجمة والشرح، هاي ما عندنا فيها. وقت المشاهدات من المشتركين، يعني المشتركين اللي عندك بالقناة قديش النسبة اللي هن عم يفوتوا ويشوفوا فيديو تبعك، والناس اللي برات قناتك مالهم مشتركين قديش عم يشوفوا تبع الفيديوهات تبعك. هون عندي الغير مشتركين، يعني من برات القناة مالهم مشتركين 58.8%، والمشتركون تحياتي لكم لكل المشتركين، والله انتم احلى ناس، 41.2%، بس معيكم زيدونا المشاهدات على الفيديوهات، معيكم شايفين سابقينكم، ها الغربة سابقينكم 58، انتم مشتركين عنده بالقناة لازم تشطحوا عليهم، يلا قولوا يا رب. تمام، الفيديوهات الاخرى التي شاهدوها الجمهور ما في عندنا معلومات، يعني هي كل شيء معلومات موجودة عنه. تمام، طبعا هي وين لقيناها نحن، رح اورجيكم وين لقيناها، هون واتكبسنا عرض المزيد. تمام، هون واتكبسنا عرض المزيد، طبعا هلا بنلاقيها بقرمة ثانية، داني هلا بورجيكم اياها. طيب خلينا نكمل هلا، هلا هون عم يقول لك اداء اخر فيديو، هاي اخر فيديو انا نزلته عندي هون، تفعيل الاعلانات المدفوعه الخاصه بكذا، يعني شفتوا الفيديو اكيد، حاطين لي هون قديش عدد المشاهدات، قديش النسبه للدقائق اللي عم يشوفوها،
تمام. وبالإضافة وقت المشاهدة بالساعات، قديش كم ساعة جعلي للفيديو. وهي هون عندي بقى فيديوهات تانية محطوطة هون، هون التعليقات اللي جايتني، كل شيء تعليقات جايتني من المشتركين عندي، تمام. نكبس هون على هدول الثلاث خطوط شايفينه، يطلع لنا هون. هلا هون بنفوت على الفيديوهات، هي كل شيء فيديوهات عنا موجودة هون بالقناة، تمام. مثلا انا بدي اعدل الفيديو، بكبس على اول واحد، هي طلع الفيديو. هلا هون بكبس على هذا القلم، بامكاني اعدل شو بدي اعدل بهذا الفيديو. مثلا بدي اعدل الصورة، بكبس على هذا القلم بيعدل لي الصورة. بدي اعدل مثلا اسم الفيديو، بعدله من هون. هون شو اللي بدي، شو يعني شو الكتابة، الشرح اللي بدي اكتبه عن الوصف، اللي هو بسموه الوصف، الوصف عن الفيديو يطلع هون. الفيديو هون انه علني، حطه مثلا شو الفيديو، يكون علني غير مدرج خاص، طبعا لازم يكون على طول علني. هون اذا كان فيديو مخصص للاطفال تكبسوا عليها، اذا كان فيديو مخصص للاطفال حطوا نعم مخصص للاطفال، لا الفيديو ليس مخصص للاطفال حطوا كذا، تمام. وهون اذا بكون ضيفوا انتو قوائم تشغيل تانية على الفيديو عندكم، هون اضافة علامة، اذا بكون ضيفوا علامة معينة للفيديو تبعكم، مثلا شيء تكتبوا شيء جملة او شيء قصة، تمام. هي بالنسبة لهدول الاعدادات متقدمة. هون الفئة تكبسوا عليها شو الفئة بدكم تحطوها، مثل ما حكينا التعليم، الترفيه، كوميديا، تكنولوجيا، شو انتو الفئة اللي بدكم تحطوها بتحطوها. تعليم، الملكية حكينا تبع ترخيص اليوتيوب، مشان اذا حدا نزل الفيديو تبعك او عرضه على قناة تانية من القنوات يطلع عندك تصريح دغري انه نعرض الفيديو. خلي نحن على ترخيص يوتيوب العادي، تمام. السماح بالتعليقات، انه الناس انت تسمح للناس تعلق، ما بدك تكبس عليها بتوقفها. يمكن المستخدمين مشاهدة تقييمات هذا الفيديو، انه بيحسن يفوتوا يشوفوا تقييم الفيديو شو ترتيبه شو وضعه. السماح بالتضمين، تمام، اوكي، هي بنخليها كمان هيك موجودة. اخر شيء انت بس تحط الامور كلياتها، هي بتحط له هون حفظ، شايفين حفظ الموضوع كلياته. نرجع خطوة لورا، هي كل شيء فيديوهات موجودة عندي مثلا انا بالقناة، تمام. انت بتفوت على الفيديو اللي بدك اياه وبتساوي بتعدله كيف ما بدك. هون شايفين عند صورة قناتي موجود رقم، شايفين هذا الرقم، هذا الرقم شو جايك تعليقات، تكبس عليه يطلع لك. هي كل شيء ناس معلقة عندك على القناة، بتفوت على تعليق تعليق، تمام، وبتشوف انت. هلا نشوف، شوفوا الفيديو يلي ضاوي هيك، شايفينه هذا ضاوي، هذول الفيديوهات تكون لسه انت مالك قاريهم. الفيديو اللي بتلاقيه هيك خافت، يعني مو انه بين عليه انه خافت، هذا فيديو يكون انت قارئ هاي الرسالة، تمام. اي بالنسبة لهذول الاشعارات، شوفي يعني عندنا كمان نكبس هون، نفوت على قوائم التشغيل هون. اذا كان انت عندك قوائم تشغيل حاطط مثلا فيديوهات فارزهم بشيء معين وكذا، بيطلع عندك هون تعليقات، تفوت هون بيطلع لك كل شيء تعليقات موجودة عندك وجايتك عندك بالقناة، تمام. احصائيات الفيديو، هي اللي قلت لكم عليها، وتفتنا على الميزات، شفنا شو 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 ترتيبها، شوفوا فوت عليها، شايفين هون عنا نفس اللي فتت عليها انا وياكم، ما بيطول عليكم، انا اللي فتنا عليها انا وياكم وشفنا قديش في عنا جمهور ومن وين وكذا، شايفين هي لك الجمهور، هي اللي فتنا عليها اول شيء، تمام. هي بامكانكم مثل ما تكبسوا هون تفوتوا على احصائيات الفيديو، احصائيات يوتيوب، تمام. هي بالنسبة لهدول. نرجع على لوحة البيانات، هي اللوحة الرئيسية تبع البرنامج، تمام اخواتي. هلا هذا الفيديو تبعي لليوم يكون خلص، بتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الشرح واستفدتوا ان شاء الله من البرنامج اللي شرحت لكم عنه. هلا هذا البرنامج كتير مهم، نزلوه عندكم لانه شركة يوتيوب تنصح فيه كتير ويقول لك انه نزلوه عندكم لانه بيسهل امور كتير، تمام. هذا كان فيديو تبعي لليوم، بتمنى انكم تشتركوا بالقناة اللي عم تشوفوا فيديو جديد، وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس مشان اي فيديو نزله جديد يجيكم ان شاء الله. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.